طوبى لكل صبار. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. رضي الله عن فاطمة الزهراء وأرضاها وسيدنا محمد وآله أزكى صلاة وأنا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. في زواجها من علي المرتضى كرم الله وجهه، ولما بلغت ربيعها الثامن عشر تقدم لخدمتها أكابر الصحابة كأبي بكر وعمر، فردهم صلى الله عليه وسلم ردا جميلا، فأخبرهم أنه ينتظر في أمر زواجها تنزيلا. وقد اختص الله بذات الشرف والمناقب سيدنا الإمام علي بن أبي طالب، وقبل أن يصل إلى الرسول لخطبة الزهراء البتول كان الوحي قد سبقه بمباركة هذه الخطبة الموفقة، فنال علي ناديه وأعلاه حين قال له الرسول الكريم مرحبا وأهلا. ولم يطل انتظار حتى بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلب كبار المهاجرين والأنصار، قل إليهم هذا الخبر السام. فلما التأم جمع هذه النخبة المختارة سطعت أعلام هذه البشارة، وخطر رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبته المشهورة التي لم يزل في مثل هذه المناسبة مذكورا، فقال عليه الصلاة والسلام الحمد لله المحمود بنعمته، المعبود بقدرته، المطاع بسلطانه، المرهوب من عذابه وتقوته، النافذ أمره في سمائه وأرضه، الذي خلق الخلق بقدرته وميزهم بأحكامه وأعزهم بدينه وأكرمهم بنبيه. إن الله تبارك اسمه وتعالت عظمته جعل المصاهرة سببا لاحقا وأمرا مستقيما وحكما عادلا وخير جامعا، أوشج بها الأرحام وألزم بها الألام، فقال عبد من قائل وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصفرا وكان ربك قديرا. فأمر الله يجري إلى قضائه وقضاءه يجري إلى قدره، ولكل قضاء قدر ولكل قدر أجل ولكل أجل كتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. ثم إن الله أمرني أن أزوج فاطمة من علي بن أبي طالب، فاشهدوا أني زوجته على 400 مثقال فضة
قل رضي بذلك علي بن أبي طالب. قال أنس بن مالك رضي الله عنه ثم دعا بطبق من أسر فوضعه بيننا وقال انتهبوا. فبينما نحن ننتهب إذ دخل علي رضي الله عنه فابتسم صلى الله عليه وسلم في وجهه ثم قال إن الله قد أمرني أن أزوجك فاطمة على 400 مثقال فضة إن رضيت بذلك. فقال قد رضيت بذلك يا رسول الله. ثم إنه ألقى خطبة قال فيها الحمد لله الذي قرب من حامده ودنا من سائله ووعد بالجنة من يتقي وأوعد بالنار من يعصيه. أحمده بجميع محامده وأياديه وأشكره شكر من يعلم أنه خالق وباري ومصور ومنشي ومميته ومحيي وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تبلغ وترضي وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه صلاة تسلمه وتدني. أما بعد فإن اجتماعنا مما قدره الله تعالى ورضيه والنكاح مما أمر الله به وأذن فيه وهذا محمد صلى الله عليه وسلم قد زوجني فاطمة ابنته على صداق 400 مثقال فضة وقد رضيت بذلك وكفى بالله شهيدا. ثم خر ساجدا شاكرا لله وحامدا. فلما رفع رأسه من السجود قال له صاحبه المحمود جمع الله شملكما وبارك عليكما وأخرج الدين الطيب. فيا لله من عقد مبارك شهده كبار الصحابة أولو الفضل والنجم النبي فيه هو الولي والزوج هو الإمام علي والزوجة هي الزهراء ذات القدر العلي رضي الله عن فاطمة الزهراء وأرضاها وصلى الله على سيدنا محمد وآله أزكى صلاة وأنماها. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله في وصف ليلة زفافها. ولما أتم العقد المبارك الميمون وقرت به من المحبين العيون زفت الزهراء في منكب من أبهج الماكب إلى بيت سيدنا الإمام علي بن أبي طالب وسار موكب الزفاف في فرح واستبشار يحف بها نساء المهاجرين والأنصار.
الرفيع بجوار بيت أبينا صاحب الجاه الوسيع. وما أن أخذت مكانا في البيت الجديد بجانب دورها صاحب الحق السعيد، حتى أقبل بالطلعة البهية والغرة المحمدية. سيدنا محمد خير البرية، ليطمئن عليهما ويقدم أحلى التهاني إليهما، صلى الله عليه وآله وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: جمع الله شملكما وأعز جدكما وبارك عليكما وأخرج منكما تثيما طيبا. فاستجاب الله دعاء نبيه لكما وأخرج الكثير الطيب منهما، فكان منهما امتداد المثل النبوي الشريف المنتهي إليه كل سيد وشريف، فهم والقرآن متفقان قريبا بلا يفترقان، حتى يرثا حوض سيد الأكوان صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان. رضي الله عن فاطمة الزهراء وأرضاها، وصلى الله على سيدنا محمد وآله أزكى صلاة وأنوارها. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا حاجي سر ويدا وانشفى ما مرت به في الوزن عريض، أخذوا معهم قلبي فلهي اشتركوا.
لجأت وعيبي يمنع السل والوعرى أرأت وذنبي لو تحمل بعضه درت على الغطرى على باب أم الآل آل محمد أمين علوم الله أعلى الورى قدرى يروم الندى من ربة الفضل والهدى ويشكر ودا قد ازورا أفاطم يا روح النبي ومن لها بيوم اللقاء شأن له الدهشة الكبرى أفاطم يا معنى وراثة أحمد بآل وحال لا يضاع ولا يشرى ومن بها على الكتف الأجيال أجياله جرى أفاطم يا سر الكساء الذي حوى محمد والصديق والطهر والصهرى أفاطم يا كنز المروءة والوفاء عليك يا من برها أفاطم يا نور العيون بأسرها ويا زهرة الدنيا وبرة الأخرى عليك سلام الله كفا لسمدا يفوق شذاه المسك والند والعطرى وآل وأصحاب كرام وتابعين وقبل نصلي على نور الورى طلا والفاطمة ستي أنا وست كل العالمين والفاطمة ستي أنا وست كل العالمين لحب سيد المصطفى رسولنا الهادي الأمين رسولنا الهادي الأمين والفاطمة ستي أنا وست كل العالمين والفاطمة ستي أنا وست كل العالمين لحب سيد المصطفى رسولنا الهادي الأمين رسولنا
تبكينا وشفت كل العالمين والفاطمة تبكينا وشفت كل العالمين بحب زيد المصطفى رسولا لهادي الأمين رسولا لهادي الأمين والله أم الكرام أفضل نساء العالمين والله أم الكرام أفضل نساء العالمين بزينا من جدها بزينا من جدها هي بنت أم المؤمنين هي بنت أم المؤمنين والفاطمة تبدي أنا وستي كل العالمين الفاطمة جدي أنا وجدت كل العالمين لحب زيد المصطفى رسولنا الهادي الأمين رسولنا الهادي الأمين نسأل ونرجو ربنا في قربهم يا يرحيم نسأل ونرجو ربنا في قربهم يا بحقهم وبقدرهم بحقهم وبقدرهم افتح لنا فتحا مبين افتح لنا فتحا مبين والفاطمة ستي أنا وست كل العالمين الفاطمة ستي أنا وست كل العالمين لحب زيد المصطفى رسولنا الهادي الأمين رسولنا الهادي الأمين وتب علينا وهدنا وبالشفاعة مكرمين وتب علينا وهدنا وبالشفاعة مكرمين نحضر رضاك نحضر رضاك نحضر رضاك نحضر رضاك وفي الجنان من عمين وفي الجنان من عمين والفاطمة تبدي أنا وست كل العالمين والفاطمة تبدي أنا وست كل العالمين زيد المصطفى رسولنا الهادي الأمين رسولنا الهادي الأمين ثم الصلاة مع السلام لسيد النور اليقين ثم الصلاة مع السلام لسيد النور اليقين وآلي مع صحبه وآلي مع صحبه الأولين والآخرين الأولين والآخرين والفاطمة ستي أنا وست كل العالمين والفاطمة ستي أنا وست كل العالمين بحب زيد المصطفى الهادي الأمين رسولنا الهادي الأمين في جهادها ومهرها وبعد أن عشنا لحظاتها ما الزواج وما صاحبه من فرح وابتهاج يواجهنا سؤال ملح يحتاج إلى جواب مفصح ماذا عن مهر سيدة نساء العالمين وماذا عن جهادها وهي بنت الصادق الأمين لعل في ذلك عبرة للأمة ودروسا مهمة فيما يختلف أمر الزواج من الظلمة والأمور المتلهمة كغلاء المهور والمباهاة في القصور والإسراف في المعارف والانجراف مع العوائد التي تلجئ الفقير إلى الاستدامة وتجعل الغني ينفق ما في الخزانة بل تكن لنا قدوة وأسوة بأهل بيت النبوة ولنحذر من التكلف الذي يفضي إلى التأسف
لقد كان مهرها وهي بنت النبي الأكرم 400 درهم وذلك مبلغ ضئيل وقليل جد قليل لما شاع بين الناس من الآلاف المؤلفة المرهقة المكلفة أما علموا أن كثرة المهر المرأة فخرا ولو كان الأمر كذلك لكانت فاطمة ذلك أحرى أما علموا أن أبركهن أيسرهن مهرا وماذا عن أثاث بيتها المنيب لقد كان وسادة من أدم حشوالي وخميلة ورحاء وسقاء وجرتين فأين من هذا ما نحن عليه الآن في هذا الزمان من أثاث فاخر مرهق وجائر يستنزف الأموال ثم يرمى في سلة الإهمال وماذا عن الحلي والثياب يا باب لقد زفت في بردين وزينت من الفضة بسوارين فأين من هذا ما عليه الناس من فاخر اللباس وخواتيم الذهب والألماس والأساوئ السميكة التي تحول اليد إلى سبيكة والطقوم المنوعة من الذهب التي تبعث العجب ولا عجب فهل لنا أن نرجع عما نحن فيه من ضياع وتين هل لنا أن نتحول من الصعب إلى الأسهل إلى ما كان عليه الرعيل الأول فهو أولى بنا وأجمل والله المستعان وعليه المعول وسلام على فاطمة فقد كان في زواجها عبرة لمن يتأمل رضي الله عن فاطمة الزهراء وأرضاها صلى الله على سيدنا محمد وآل سيدنا وأنساها اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ولادت ولدي الحسن والحسين ولما استقر الزوجان في بيتهما الجديد على مقربة من سيدنا رسول الله صاحب الخلق الحميد مرت بهم الايام في هلع وغرام وهي وان لم تكن حياتك في معيشة رغيدة إلا أنها كانت هانئة وسعيدة وفي العام الثالث من الهجرة استقبل في فرح حجري طفلهما البكر الحسن بن علي وزفت البشرى بالنبى إسراء إلى النبي المختار وجاء مسرعا إليه وأخذه بين يديه يتأمله والقلب بالفرح ممتلي فإذا هو شبيه بالنبي لا شبيه بعلي وكان أول ما وصل إلى سمعه عند ربعه صوت جده سيد الأكوان حيث أدل في أذنه الأذان وقبل أن يقبل العامين وضعت سهراء شقيقه الحسين فسوى النبي بهذه اللقين وقرت بهما العين وقد شاء الله الكريم العلي أن تكون ذرية المصطفى من فاطمة وعلي
من أهله والحسنين ريحانة سيد الكونين وهذا الحاج الله يزور ما بين الحين والحين ويحفون به مستبشرين فرحين فيا حبذا من محفل فخيم ومجلس كريم يجلس في صدره رسول الله علي عن يمينه وفاطمة عن يسرى والحسن والحسين في حجره ما قوة إلا بالله فعليه جميعا بعد نبيه الكريم افضل الصلاه واتم التسليم رضي الله عن فاطمه الزهراء وارضانا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اسرى صلاه مهنا اللهم صل وسلم وبارك لي وعلى ليصبح حياتي اليوميه ولقد كانت الزهراء في حياتها اليومية مثلا عالي للزوجة الوفية طابت أوعي الأمثال في الطاعة والصبر والاحتمال دبرت شهور منزلها بانتظام وقامت بحقوق زوجها أحسن قيام طعمت حتى ولمت يدامها وقمت بيتها حتى اغتظ عقلها واستقت الماء حتى اشتكت صدرها وأوقدت النار تحت القدر وكم قاست حمرها فأين منها نساء اليوم اللاتي استولى عليهن الكسل والنوم ألا فلينظرن إلى سيدة نساء العالمين كيف دبرت شؤون منزلها بنفسها بعزم لا يلين وينقذن تنويها بفضلها المبين ما هذه من البشر ما هي إلا من الحور العين وحين بلغ بها وبزوجها من الجلد ما لا يطام طلب من النبي خادما يخفف عنهما هذه البشر فقال لله لا اعطيكما وادعو اهل الصفه بدوى بطونهم لا اجد ما انفق عليهم ثم جاء إليهما عليه الصلاة والسلام وقد تعيها للمنام وتغطيا بقطيفة إن غطيا رأسيهما بدت الأقدام فتأهبا للقيام لاستقبال خير الأنام فقال مكانكما وجلس بينهما ثم قال لا أرجوكم بخير مما سألتماني قال بلى فقال كلمات علمنيهن جبريل تسبحان في دبر كل صلاة عشرا وتحمدان عشرا وتكبران عشرا وإذا أولتما إلى فراشكما فسبحا ثلاثا وثلاثين واحمدا ثلاثا وثلاثين وكبرا أربعا وثلاثين وذلكما خير لكم أمر خادم ثم ودعهما وقضى بعد أن امتلأ قلب كل منهما بالسكينة والرضا رضي الله عن فاطمة الزهراء وأرضاها وصلى الله على سيدنا محمد وآله أزكى صلاة وأنماها اللهم صل وسلم وبارك عليها. في هنا ملاحظة يعني بعض الأخوة لديهم ظلمة في مناطق أخرى أخرجوا برنامج من الأخوة السوريين يعني أخرجوا برنامج لا ما في مشكلة لا والله يقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم مات مليونير يقول الرسول مات مليونير
جائزة متواضعة، لقد كانت تحظى بالتكريم من أبيها الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم. كانت إذا أقبلت إليه يقوم لها تكريما وتوقيرا، ويقبلها محبة وتقديرا، ويجلسها في مجلسه تأنيسا وتبشيرا. وكذلك كانت تفعل إذا جاء إليها محبة ورفاها بالحق الذي عليها، وكان يثنيها بأم أبيها إشادة بعفوها وتنويها، وإذا سافر كان أخيرا العهد بها يسلم عليها ويودعها، وإذا عاد من السفر بدا بالمسجد ثم بفاطمة، فتتلقى بفرحة بازمة. ومن مظاهر تكريمها وتأنيسها وتقديمها أن جعل بيتها ملاصقا لبيته وبينهما نوافذ يطل عليها وتطب عليه، كلما دعت حاجة لديها وحاجة لديه، وبينهما باب يوصل إلى الرحمة في أي وقت من ليل أو نهار دون عناه أو انتظار، سبحانك يا عطوفا وعليها رؤوفا. وهذه القصة المثيرة للكتب سيرة تصور لنا هذا الحنان النبوي والعطف المحمدي. خرج الرسول من بيته وقت الهاجرة حيث اجتمع عنه الهجور من شدة الجوع، إلا أن جوعه اختياري للطرار، فقصد أبا يوسف الأنصاري ففرح بربه ومن معه أشد الفرح، وقدم له عبقا به تمر ورطب وفلح، ثم قام وذبح، ثم جاء بالطعام طريا واللحم مطبوخا ومشويا. ولما ان جاء اليه ووضعه بين يديه اخذ صلى الله عليه وسلم قطعه من اللحم ووضعها في رأيه، وطلب من المدير ان يذهب الى فاطمه بهذه القطعه على جناح السرعه قائلا عليه الصلاه والسلام: بادر بهذه القطعه الى فاطمه فانها لم تصب مثل هذا منذ ايام. وهكذا كان يخص ثمره فؤاده بمزيد عصبه وولاده. وقد طبعت هذه السجية فيها لأنها كانت أشهر الناس بأبيها، فكانت قبل وبعد عرسها تمره وتوسره وتؤثره على نفسها. ومن هذا أن فاطمة رضي الله عنها ناولت الرسول صلى الله عليه وسلم كسعة خبز من شعير، فقال: ما هذا؟ فقالت: خبز خبزته فنمتت نفسي حتى أتيتك بهذه الكسرة. فقال لها صلى الله عليه وسلم: هذا هو الطعام ذكره أبوك منذ ثلاثة أيام. وهكذا كانت لا يطيب لها أن تستأذن بطعام حتى ينال منه أبوها عليه الصلاة والسلام. رضي الله عن فاطمة الزهراء وأرضاها، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الأزهار صلاة وأنها. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. على بلد المحبوب والدين زاد وجهي والبعد كوي، على بلد المحبوب والدين زاد وجهي والبعد كوي.
أخلاقها الذكية وشمائلها المرضية أن الجود والإيثار كان فيها سبيلية وكذلك كان زوجها ذو الكرم والأريحية ولذلك تعافى وتآلفا وكان حظهم من النعيم موفورا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا ومما يروى في هذا المجال من إيثارهما الذي هو مطلب الأمثال ما قص الله في كتابه من وفائهم بالنذر وإطعامهم الطعام على حبه ابتغاء الأجر آثر المسكين واليتيم والواقع في الأسر قال الله تعالى في الثناء عليهم تكريما وتوقيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا وصدقوا بطعامهم فطورا وسحورا وواصلوا الصيام وفاء بما كان منذورا وقالوا إخلاصا وصدقا لا كذبا وزورا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا جدوا واجتهدوا في الأعمال الصالحة واغتنموا الطاعة في كل فرصة سامحة وتاجروا مع الله فكانت تجارتهم رابحة وكان مما قالوا موعظة وتذكيرا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا بنوا العمل شكرا لله على نعمائه وطلبا للمزيد من فضله وآلائه وامتلأت قلوبهم من خوف الله ورجائه وابتهلوا إلى ربهم وأنبئهم من الفزع الأكبر وأن يضاعف لهم أجورا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا خاف الله في الدنيا تأملهم في الآخرة وجعلهم من أهل الوجود ناظرا التي إلى ربها ناظرا وأعد لهم من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر في الذاكرة وناداهم المنادي بما يملأ القلب حبورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا رضي الله عن فاطمة الزهراء وأرضاها وصلى الله على سيدنا محمد وآله أزكى صلاة وأنواع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ولما أكمل الله برسوله هذا الدين وأتم النعمة على المؤمنين وحباه فتحا ونصرا مبينا نزل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وكان في هذه الآية إشارة من طرف خفي إلى دوم أجل هذا وكان نزولها في حجة الوداع وقد كان يقول لأصحابه الكرام في حجة هذا العام خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا فلما
تمضي يا ردتي سنة بعد عودته من مكة حتى لمت به وعكة حسبها المسلمون وعكة طارئة وتزول إلا فاطمة فقد أصابها منها فزع وذهول شاورها من مرضه هذا خوف وقلق حتى أنها تحس كأن قلبها قد انفلق فجاءت إليه مسرعة طلقة فزعة فلما رآها مقبلة هش لقائها طائلا مرحبا بابنتي فأقعدها عن يمينه فساقها بشيء ثبتت ثم ساقها فضحكت سارها بدنو أجله فبكت خوفا من الفراق وسارها بأنها أول أهله محوطا به فضحكت فرحا بالتراق وانتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وحزنت عليه حزنا لا يبدى وقفت على قبره الشريف تقول في اضطراب مخيف بعد أن أخذت حفنة من تراب ضريحه تشمه وتهنأ بريحه ماذا على من شم تربة أحمد أن يشم من الزمان مواليا صبت علي مصائب لو أنها يعيني صبت علي أيام عدن لياليا ثم عادت إلى بيتها حزينة متأليمة ولم تر بعد ذلك مبتسمة حتى فاضت روحها إلى باليها بعد ستة شهور من موت أبيها ووقف علي على قبرها يسترجع ذكريات يسترجع ذكريات وفائها وبردها وطار في حزن وخشوع وعيناه تذرفان بالدموع بكل اجتماع من خليلين سر القهر وكالتراب قليل فإن افتقادي فاطما بعد أحمد دليل على أن لا يكون خليل وقال وقد صابت شموع وانطوت على الحزن دموعه إلى الله أشكو لي أرى الأرض تبقى والأحبة تذهب أخي الله لو غير الحمام أصابكم عتبت ولكن ما على الموت ناقم كانت وفاتها يوم الاثنين الثاني من رمضان تسعة من الهجرة النبوية يا صاحبها أفضل الصلاة والسلام وأزكى التحية وعمرها حين ذاك 28 سنة قمرية قتل 30 عاما بالسوية فالحكم لله الكريم المتعال والحمد لله على كل حال رضي الله تعالى وجزاه صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله صلاة اللهم صل وسلم وقد اختص الله هذه البرة التقية الراضية المرضية بخصائص عديدة ومزايا ثريدة نورد منها على سبيل المثال من الحصر
ما يدل على أنها سيدة نساء العالمين ولا فقط. فمن خصائصها أنها بضعة المصطفى وكفاها بهذا فخرا وشرفا. فمن أغضبها أغضب رسول الله قد أرضاه. ومن خصائصها كما ورد في صحيح السنة أنها سيدة نساء أهل الجنة. وجاء في حديث آخر عن خاتم النبيين أنه قال: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء؟ من خصائصها أنها تأتي إليه وأحضاه لديه، إذا أقبلت استقبلها بالترحيب وتلقاها بصدر باسم وصدر رحيب، وأجلسها منه مجلس الحبيب من الحبيب. ومن خصائصها التي اختصت بها من بين النساء إنه كان لا يرى لها دمع ولا نفسا، فلم تفتها بسبب ذلك صلاة منذ أن فرضت ليلة المناجاة. ومن خصائصها أنها هي وزوجها وولديها أهل بيت النبي الطاهر الذي اختصه الله بالشرف الباهر. وقال في تخليد الثناء عليهم إكراما وتوقيرا: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ومن خصائصها أن من اتصل بها بسبب أو نسب فقد أدلى بسبب لا ينقطع إلى سيد العجم والعرب. قال: من أنزل عليه القرآن بلسان العربي سيدنا محمد إمام كل رسول ونبي، كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي. ومن خصائصها أن الله حرم ذريتها على النار، فقد جاءت الأخبار عن النبي المصطفى المختار أن فاطمة أحصنت فرجها فحرم الله ذريتها على النار. ومن خصائصها التي لا ولية فيها أنها أشبه الناس بأبيها سمتا وهديا وكلاما ومشيا. ومن خصائصها أنها لا تجوع ببركة دعاء أبيها المسموع، فحينما رأى الجوع بلغ منها بلوا عظيما قال صلى الله عليه وآله وسلم تسليما: اللهم مسبغ الجوع وقاضي الحاجة ورافع الوضيعة، لا تجع فاطمة بنت محمد. قالت رضي الله تعالى عنها: ما جعت بعدها أبدا. من خصائصها ما اختص الله به زوجها من فضل مبين وقدر مكين، حيث قال لها سيد المرسلين: زوجك سيد في الدنيا وإنه في الآخرة من الصالحين. ومن خصائصها إظهار فضلها لأهل الموقف عامة، حين ينادي المنادي: أيها الناس غضوا أبصاركم حتى تجوز فاطمة. رضي الله عن فاطمة الزهراء وأرضاها، صلى الله على سيدنا محمد وآله أزكى صلاة وأجملها. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وفي رياض هذه السيرة العطرة في رحاب مدرستها النيرة، نقتبس بعض الدروس التي تطمئن بها القلوب وتهذب النفوس. نختار ثلاثة دروس سنية تكون إبرازا للأمة المحمدية، فأنصتوا لبث هذه الدروس وانتبهوا فإنها تبث على قناتي. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأول هذه الدروس المستوحاة من سيرة فاطمة بنت رسول الله التأسي بصفات النبيلة وأخلاق الجميلة، ومن أبرز ذلك سلامة الجنان وحفظ اللسان، فما يجري لسانها بغير الحق ولا ينطق
إلا بالصدق، حفظت لسانا من الأدواء الذميمة، لا كذب ولا نميمة، صادقة في قولها صادقة في فعلها، حتى قالت عائشة رضي الله عنها إخبارا عن صدقها وتنويها: ما رأيت أحدا أصدق من فاطمة غير أبيا، كيف لا تكون كذلك وقد تلقت عن أبيا أفضل الأخلاق ومحاسن الآداب؟ أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ إنما يتذكر أولو الألباب. والدرس الثاني نهديه إلى الآباء والأمهات لتفقد أحوال الأبناء والبنات وتوجيههم إلى الأعمال الصالحات، فمع ما كان عليه الإمام المرتضى وفاطمة الرضا من علم ويقين وتمسك بالدين وثبات عليه ودعوة إليه، فقد كان صلى الله عليه وسلم حين يمر بباب فاطمة إذا خرج إلى صلاة الفجر يقول: الصلاة أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فلتكن لنا في رسول الله أسوة حسنة في الحث على صالح الأعمال، وقدوة بأهل بيت النبوة بالطاعة والامتثال. فيا أيها الآباء والأمهات، اتقوا الله في أولادكم وسلذات أكبادكم، مروهم بالعمل الصالح ليتعودوه وينشأ عليه ويحبوه، فإن المرء ينشأ على ما عوده أبوه، وبذلك يحيون حياة سعيدة لا ضياع ولا اكتئاب، ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. والدرس الثالث يهدي إلى النساء المؤمنات القانتات الحافظات: فليكن على حذر مما يحيط بهن من خطر، ليحذرن دعوة المارقين من الأخلاق والدين، الذين يزينون للمرأة ترك الحجاب والتمرد على الدين والآداب، وليسمعن بآذان صاغية وقلوب واعية. وجهه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابنته العالمة السيدة فاطمة، حيث قال لها: ما خير للمرأة؟ فقالت كلمة التي لا يزال الرواد يرونا: ألا ترى الرجال ولا الرجال يرونا؟ فسر صلى الله عليه وسلم منها بهذا الجواب المفيد المهني، وضمها إلى صدره وقال: إنما فاطمة قطعة مني. وقد رسمت بهذا للمرأة المؤمنة خطة آمنة حتى لا تكون مفتونة ولا فاتنة، فأمعنوا النظر في السؤال والجواب واعملوا بذلك تبدأوا بحسن الثواب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. وهنا وقف اليراع عن محاولة ما لا يستطاع، فأنى له أن يحيط بالآل البحر المحيط، فمناقب الزهراء ودروس حياتها المفضلة بحر عميق لا ساحل له، يمتد من بحر أبيها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشرف ومجد وكرم. وفي آية لما
من كتب الله له الهداية ضام عقد اللول من سيرة الزهراء فاطمة البتول فما كان من صواب فمن الله نحمده ونشكره وما كان من خطأ فمن أنفسنا نتوب إلى الله ونستغفره والإنسان يخطئ ويصيب والله يغفر ويثيب وما توفيقنا إلا بالله عليه توكلنا وإليه نيب رضي الله عن فاطمة الزهراء وأرضاها وصلى الله على سيدنا محمد حتى صلاة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. يا طيبا يا طيبا يا طيبا يا طيبا يا طيبة إني أملاك وأحب روعك وتراك يا طيبة إني أملاك وأحب روعك وتراك لا أرضى بدلا بسواك لا أرضى بدلا بسواك يا طيبة يا طيبة يا طيبة إني أملاك وأحب روعك وتراك يا طيبة إني أهواك وأحب روعك وتراك لا أرضى بدلا بسواك لا أرضى بدلا بسواك يا طيبة يا طيبة في أرضك أحد كم داما وصبي وسلم في أرضك أحد كم داما وصلي وسلم قد قام وبقيع الخرقة وعقيق وبقيع الخرقة وعقيق أبطالك عزا تتسامى والخمت قرآن
تلاهي يا طيبة يا طيبة يا طيبة إني أهواك وأحب روحك وتراك يا طيبة إني أهواك وأحب روحك وتراك لا أرضى بدلا بسواك لا أرضى بدلا بسواك يا طيبة وصلاة الله على أحمد سيدنا المعصوم محمد من أرسل الدين والشيخ من أرسل الدين والشيخ وبناك وعلاك يا طيبة يا طيبة يا طيبة إني أهواك وأحب رجوعك وتراك يا طيبة إني أهواك وأحب رجوعك وتراك لا أرضى بدلا بسواك لا أرضى بدلا بسواك يا طيبة يا طيبة يا من لهم في القلب أرحب مسكن قلبي لا لقياكم يشتاق والعين تهوى من سناكم منظرا أنتم لعين وبوصلكم تحل الحياة وأختها وبجودكم كف الندى دفاق أنتم أوال وأنتم ناصرون ولكل خير ركبكم سباق يا أهل طيبة شمسكم لا 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 تختفي بضياء أحمد نوركم شمس الهدى من حيكم طافت على أرض البسيطة كلها الأخلاق غصن المحبة لا يزال بداركم غضا نظيرا منه الأوراق إني أراه بحسنكم متورق وبصدقكم لا يعتري نفاق وبساحكم يودى النذير ويحتمي من كل شر يحفظ الخلاق من ذا بشر قد أراد دياركم يسقى من النار الحمل غساق أنتم بأكلاف الحبيب بنعمة يرعى سما المحسن الرزاق فعسى تجود للمحب بنبرة تدنيه منها
ويسمو خاطري وغصون قلبي كم بها إيراق لما وصلتم حبكم يا سادتي فعسى يدوم الوصل لا ترياق صلى على الهادي الحبيب صلى على الهادي الحبيب محمد رب السماء سالت الأحداق ولآله الأبرار ثم لصحبي ما يممت نحو المدينة ساق اللهم صل وسلم وبارك على الحمد لله واحدا احد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم لك الحمد كما يجب اللهم لك الحمد كما تحب اللهم ما انعمت فزد وما زدت فبارك ولك الحمد على ما انعمت وزدت وبارك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد امام كل نبي ورسول صلاة نقلب بها السول وننال بها المأمون وضوف المأمون والحمد لله كما يقول وخيرا مما نقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وصحبه الأخيار ما تعاقب الليل والنهار صلاة تقضي لنا بها الأوطار وترزقنا بها حسن الاختيار فإنك تخلق مدار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود المعقود أكرم والد وأعظم وعلى آله وصحبه الذين سيماهم في وجوههم من أثر السجود صلاة وسلاما نبلغ بهما غاية المقصود بفضلك وكرمك يا كريم يا ودود اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم يا دائما لم يزل إلهنا وإله آبائنا يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اكفنا الهموم والهموم وبلغنا ما نروم فوق من نروم ما نروم بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين اللهم يا من يكفي من كل شهيد ولا يكفي منه شيء يا رب سيدنا محمد اقضي عنا الدين واجعلنا لنبيك سيدنا محمد قرة عين وارزقنا محبته ومحبة أهل بيته الطيبين الطاهرين واحشرنا في زمرتهم في خير ولطف يا رب العالمين اللهم حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير فأكرمنا بقضائها ويسرها لنا فتيسير العسير عليك يسير ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت مرحمنا ارحمنا والمسلمين والقض بنا والمسلمين واكفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين
اللهم فرج على المكروبين من المسلمين، اللهم فرج على المكروبين من المسلمين، اللهم فرج على المكروبين من المسلمين في كل مكان، وارفع عنهم ما نزل بهم من امتهان، وارفع عنهم ما نزل بهم من حرب وكرب وامتهان، وارفع عنهم ما نزل بهم من حرب وكرب وامتهان. اللهم عجل لهم بالفرج، اللهم عجل لهم بالفرج، اللهم عجل لهم بالفرج، وارفع عنهم الضيق والحرج، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، ويا ذا القوة المتين، ويا راحم المساكين، ويا أرحم الراحمين، ويا أرحم الراحمين، ويا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ذلل لنا الصعاب، اللهم ذلل لنا الصعاب، ويسر لنا الأسباب، وافتح لنا من الخير كل باب، واغفر لنا ولوالدينا، وتب علينا إنك أنت التواب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم بارك لنا في أولادنا، واحفظهم واهدهم وأصلحهم وأحيهم حياة طيبة، ووفقنا ووفقهم بطاعتك، وارزقنا برهم، واجعلنا للمتقين إماما، وارزقنا برهم واجعلنا للمتقين إماما، وارزقنا برهم واجعلنا. اللهم من جمعنا في هذا المجلس المبارك على ذكرك وتلاوة كتابك والصلاة والسلام على نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فنسألك اللهم أن تصلح له الحال في المستقبل والحال، وأن تبلغه والحاضرين الآمال فوق الآمال، وأن تبارك له وللحاضرين في الأهل والمال والعيال. اللهم وما نواه من نيات صالحة بعقد هذا المجلس المبارك، فنسألك اللهم له وللحاضرين أن تبلغه ما نواه من أمور آخرته ودنياه، والحاضرين جميعا أعطي كل منا ومنهم سبله ومأموله على ما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا فالق الحب والنوى، أعطي كل منا من الخير ما نوى. اللهم أنت العالم بسرائرنا فأصلحها، وأنت العالم بذنوبنا فاغفرها، وأنت العالم بذنوبنا فاغفرها، وأنت العالم بعيوبنا فاسترها، وأنت العالم بحاجاتنا فاقضها ويسرها برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا افترق التسجيل 70 فرقة ونيف على ما جاء في واضح النقل، ولم يكن ناج منه غير فرقة، فقل لي بها يا ذا الرجاحة والعقل، أفي الفرقة الفقات وآل محمد، أم الفرقة التي نجت منهم؟ قل لي رضيت عليا لي إماما ونسله، أنت مع الباقين في أوسع الكل. رضي الله عنا وعن أهل بيت رسول الله أجمعين. يا رب العالمين، نجعل هذا المجلس إن شاء الله مبارك لنا ولكم ولجميع المسلمين. الحبيب صلى الله عليه وسلم أوصانا بأهل بيته، وأوصانا بالصلاة والسلام عليه وعلى صحابته الأكرمين، فنسأل الله أن يكرمنا محبتهم، وأن يكرمنا بالقرب إليهم في الدنيا وفي الآخرة، آمين. فإن كل منا يتمنى
أن يدفن وأن يموت في هذه البلدة المكرمة الشريفة الطاهرة طيبة الطيبة. يذكرون قصة مما تدل على أن أناسا يذهبون في من هذه البلدة الطاهرة إلى بلدة أخرى ويأتون أناسا طيبون هم معلقة قلوبهم بأهل بيت رسول الله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم من أماكن بعيدة، وهذا يدل على انتقال الأرواح من مكان إلى آخر. ذكروا أن إحدى أميرات بريطانيا أسلمت، وبعد أن علموا بذلك أجبروها على السكن في سكنها وعدم الخروج لأجل لا ينتشر خبرها فيتبعونها أناس كثيرون. فتعرفت بعد ذلك على أحد المسلمين الذين أتوا إلى هذا البلد من بلاد أخرى، فصار يتردد عليها ويعلمها الدين. ثم بعد ذلك أراد الله أن ينقضي أجلها وتموت فماتت، فكان قد كفنها ذلك الرجل، وعندهم هناك أن من يموت يضعون عنده كل شيء حتى أمواله وذهبوا كل شيء. فهذا الرجل الذي تعرف عليها ذلك المسلم بعد ذلك وبعد أن دفنها أخذ كل ذلك المال وصار غنيا، ووجد عندما فتح قبرها وجد أنه يوجد في قبرها جبة أو ثوبا، فأخذه وكان ذلك الثوب جديدا مثل الجبة تقريبا. ثم بعد ذلك أراد الله له أن يذهب إلى العمرة إلى مكة المكرمة، وطاف في ذلك الثوب الذي أخذه من ذلك القبر الذي وجده في ذلك القبر. ثم فإذا باثنين من خده يمسكونه ويقولون أن ذلك الرجل سارق حافر قبور، فأخذوه مباشرة إلى الوالي وقالوا له أن هذا الرجل سارق وقد سرق جبة أبينا وحفرها وحفر قبره وأخذها. فقال والله إني لم آتي إلى هذا البلد إلا منذ يومين ولا أعرف ذلك البلد نهائيا. قالوا أنت سرقت تلك الجبة وفيها العلامات الفلانية وهذه، وأبوهم دفن في مكة. ولكن سبحان الله لم يكن بين الوالي إلا أن يأمر بحفر قبر أبيهم. ثم لما حفر قبر أبيهم ماذا وجد؟ وجد تلك الأميرة التي ماتت وكانت متعلقة برسول الله في قبره، وقد انتقل ذلك الأب مع جبته إلى قبر تلك المرأة، وانتقلت هي إلى قبر ذلك الرجل، دليل على تعلقها بذلك البلد الطاهر. ونذكر قصة أخرى أن رجلا كان قد مات في أرض السودان، وكان ذلك الرجل عنده شيئا من القرآن لا يفارقه أبدا، فأمر أن يكون ذلك القرآن في قبره بعد أن يموت. ففعل ذلك ابنه بعدما مات، ولكن أراد الله بذلك الولد أن يذهب وأن يعتمر وأن يأتي إلى المدينة. فلما دخل إلى أحدى المكتبات وجد في تلك المكتبة ذلك القرآن الذي كان قد وضعه في قبره، فتعجب من ذلك وأراد أن يشتريه من صاحبه. فقال له أعطيك لبن ذلك الماء ثمن ذلك الكتاب، ولكن بشرط أن تخبرني من أين حصلت على ذلك القرآن. فألح عليه ثم قال له نعم، أن هناك حفارا للقبور وأنه إذا وجد شيئا في القبر أتى به فاشتريته منه. فعرف ذلك الرجل أن أباه قد انتقل من أرض السودان إلى المدينة المنورة، وذلك لتعلمه بأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب أهل بيته هو الذي يوجدنا، وليس عندنا عمل وليس لنا شيئا يقابل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم في بعض الأحاديث أنه أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم لا يسألني مرافقتك في الجنة، هل عندك مال؟ قال ليس عندي شيء إلا حبك يا رسول الله وحب أهل بيتك. فقال أنت مع من أحببت. وهكذا ينبغي لنا أن نتعلق بحب هؤلاء وأن نعرف سيرتهم وأن نطبقها في أحوالنا وأحوال أبنائنا. فنسأل الله أن يفقهنا في الدين عدلنا التأويل حكمنا المرضي عنا وعنا من يتم العفو. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين المباركين. فطوبى لكم قد اجتمعتم بإذن من الله عز وجل على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن مات على حب آل بيت رسول الله في الجنة، ومن مات على بغضهم فهو في النار. آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم محبتهم من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله، ولكن هذا لا يكون أبدا إلا بتطبيق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على شيء إذا فعلته أي قمت به ليل نهار أحبني الله وأحبني الناس. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب في الدنيا يحبك الله، واذهب عما في أيدي الناس يحبك الناس. الزهد على ثلاثة مراتب كما قال العلماء، هناك متزهد وهناك زاهد وهناك زاهد مطلق. المتزهد هو الذي من فضل زينة الحياة الدنيا ولكن نفسه تذوق إلى هذه الزينة، امتنع عن فضل ما زاد عن ضرورياته من طعام وشراب فهو متزهد، ولكن النفس ترغب في هذه الزينة. وأما الزاهد من رغب عن فضل زينة الحياة الدنيا ولكن نفسه ترغب في متاع الجنة فهي منزلة ثانية أعلى من الأولى. وأما الزاهد مطلقا فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم والأولياء الذين تجردت قلوبهم قبل أبدانهم عن فضل زينة الحياة الدنيا وتذوقت أرواحهم بذاتها. الروح تتغذى بذكر الله وتنشرح الصدور بذكر الله، وأعلى درجات عند الله ذكر الله، الذاكرون الله كثيرا والذاكرات أعظم درجات في الفردوس الأعلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الزهد المطلق إياك أن تتعلق بشيء يزول، والدنيا كلها تزول ولا يبقى إلا الواحد القهار الذي لا يزول. اذكر الموت في كل يوم كما أمرك حبيبك النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا وحبيبنا محمد. قال أكثروا ذكر هذه اللذات. لما؟ لأن في ذكر الموت في كل مجلس يجعل النفس تركن إلى الآخرة وتبعد عن الدنيا وتعلم أنها ميتة ميتة لا محالة، فينصرف العبد من المعصية إلى الطاعة ومن حب الدنيا إلى حب الآخرة. ولكن حب الجنة عند الأولياء ممنوع، هم يعبدون الله لا من أجل جنته ولا خوف من ناره، وإنما يعبدون الله عز وجل طمعا وشوقا إلى رؤيته في الجنة.
قالت الراجعة العدوية التي ظلمها البعض وأخرج قصة ما هي كاذبة وأخرجوا فيلما كاذبا عنها وهي بريئة وقصتها في الأزهر الشريف في القاهرة. قالت كلهم يعبدون من خوف آله ويرون النجاة حظا جديدا أو بأن فيضحوا في رياض ويشربوا سلسبيلا ليس لي في الجنان والنار حظ أنا لا أبتغي بحبي بديل. تقدم له الأمراء فقالت لهم إنني لست مخالفة لسنة الحبيب محمد ولكن البدن منكم لله وإنني أكبره ليل نهار فلا يملكه أحد إلا الله. يا رابعة علينا أن نحب الله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. شرط أنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم المحبة والاتباع لا بأن تقل بلسانك إني أحب النبي محمد وهو وقلبي يعشقه وقلبي يذوق إليه. لا عليك أن تربي أبناءك على محبة النبي صلى الله عليه وسلم وأن تجعلهم وهم صغار زاهدين متقربين إلى رب العالمين وأن تعلمهم أن الدنيا بأسرها لا تعدو عند الله جناح بعوضة كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة أي أنها لا تعدل جناح بعوضة ما فقد الكافر منها شربة ماء لاستخسر الله عز وجل في الكافرين شربة الماء ولكن من يريد ثواب الدنيا يؤتيه منها ومن يريد ثواب الآخرة يؤتيه منها ومن يرد رؤية الله عز وجل فهو من المقربين لا من أهل اليمين الذين يدخلون الجنة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير حساب بشفاعته يوم القيامة. قال الله له يا محمد ادخلوا من أمتك 70,000. قال يا رب زدني حرصا على أمتي وحبا لهم. قال يا محمد مع كل 70,000 فاعدل جيدا على آلة حاسبة كم العدد؟ لا فلتكن من المقربين ولا تكن من أهل اليمين والقرب هو قرب أن تجالس الله عز وجل وأن تهتدي به في حجرتك وأن تغلق الباب وتتذكر القبر وتظلم الغرفة وتحاسب نفسك كما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قلت غيبة عليك أن تستغفر وأن تخبر صاحبك بأنك اغتبته وإذا كان لسانك قال ذاك مخالفا للشرع فعليك أن تحاسب نفسك وتندم وتتوب عن المعاصي فإذا مت من ليلتك من هذه الليلة مت حبيبا للنبي صلى الله عليه وسلم مت تائبا طاهرا نقيا بين يدي الله وساعة تذكر فيها ربك في مجلس لكم سند به شرعي بحديث كرسي طويل لا مجال لذكره وبحديث نبوية شريفة كثيرة عن مجالس الذكر وإن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان به مجالس علم مجلس علم ومجلس ذكر وكان الصحابة الكرام اليوم الدوارية بالنهار الرهبان بالليل بالصلاة بقيام الليل كانوا يذكرون الله تعالى أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم
فأجمع جمهور الفقهاء على أن مجالس الذكر هي أعظم شيء كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. روضة من رياض الجنان باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها تترك الدنيا بقلبك وتجلس مع ربك. وقال الله عز وجل في حديثه القدسي: أنا جليس من ذكرني، فمن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. قال العلماء شراح الحديث: إن ذكر الله لك في نفسي أعظم من ذكر الملائكة لك، من ذكر الملأ الأعلى لك، لأنه رب عظيم جليل، والملائكة مخلوقة. وإن مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نور من الله. الدليل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. الكتاب هو القرآن، والنور هو نور النبي صلى الله عليه وسلم. أدعو الله عز وجل عسى أن يتقبل منا الدعاء. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، الخاشعين القانتين، العابدين المخلصين لك في الدين. اللهم اجعلنا من عبادك الزاهدين الذين طلقوا الدنيا بقلوبهم لا لأبدانهم، راجين رحمتك، خائفين من عذابك. اللهم كن لنا أنيسا فوق الأرض، وأنيسا في قبورنا، وأنيسا يوم القيامة. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. اللهم شفع فينا حبيبك، حبيبك ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، فندخل خلفه بغير سابقة عتاب ولا حساب. برحمتك يا حنان يا منان يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين المباركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل عليه، 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 اللهم صل عليه. سلام يا أشرف سلام، سلام يا أحلى سلام، سلام يا أشرف سلام، سلام يا أحلى سلام. لا يشوف ويقضى المنام ومن يعيني الدنيا عليه. اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، اللهم صل عليه. حبيبي مؤمن دليل وقال شافي العليل، حبيبي مؤمن دليل وقال شافي العليل، هدانا لسواء السبيل وبقينا أمة على فديه. اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، اللهم صل عليه. بخاري أو مسلم صحيح، صحيح عند والجريح، بخاري أو مسلم صحيح، صحيح عند والجريح. نبينا يا صادق صريح والصحابة تجمع من حواليه. اللهم صل عليه، اللهم
صل عليه اسمع حديثه صل عليه أحلى المعاني ما في شفتي كلامه غالي مقامه عالي كلامه غالي مقامه عالي كشفاعة مرغوبة كشفاعة مرغوبة إليه اللهم صل عليه اللهم صل عليه اللهم صل عليه اللهم صل عليه لا تبكم عبد ذليل كثير الشوق مصيره قليل على تبكم عبد ذليل أمد إليكم كف افتقار ودمع العين منهمر يسير على عتابكم عبد ذليل صلى عليك الله يا سيدي يا رسول الله صلى عليك
عليك الله يا علم الهدى ما حل موتره دنيا له الضال ما حل مشتاق إلى الخيال يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالخير الحبيب محمد نبينا رسولك هو السيد المتواضع اللهم على الأحباب رؤيتك التي إليها قلوب الأولياء تسارع عبادك مقصود وجودك موجود وعفوك واسع يا نور العيون قم من قلبي وريح بالي منك طه حبيبي الغالي قم من قلبي وريح Oh,
Thank you.